تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من معبر نصيب الحدود. يستمر حتى هذه اللحظة دخول قافلات المساعدات الإنسانية من مختلف الدول الشقيقة العربية وأيضا دول أخرى في الجوار. بطبيعة الحال كان حصيلة ما دخل اليوم وحتى هذه اللحظة حوالي 13 شاحنة من ضمن عدة قوافل، كان آخرها 7 شاحنات مقدمة من الحكومة الأردنية، سيتم تسليمها للمنظمات الأممية العاملة في سوريا من أجل إيصالها لأهالي سوريا المنكوبين جراء الزلزال. وأيضا كان هناك شاحنتين من بطريركية الروم الأرثوذكس في الأردن، وأيضا شاحنتين من سلطنة عمان، وشاحنة أيضا من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إضافة لشاحنة أخرى وصلت صباح اليوم من السفارة السورية في الأردن ومن الجالية السورية في الأردن، تسلمتها الأمانة السورية للتنمية. للوقوف على هذه التفاصيل طبيعة هذه المساعدات من خلال الأستاذ منهل محميد وهو رئيس مجلس محافظة، أستاذ منهل يعطيك العافية. الله يعافيك. يستمر طبعا وصول هذه المساعدات من الدول العربية والدول الشقيقة بطبيعة الحال، نحكي اليوم بإجمال هذه المساعدات وشو الرسالة؟ طبعا احنا مستقبل كل يوم سيل من المساعدات من الدول الصديقة والدول الشقيقة. اليوم طبعا وصل 7 شاحنات من الحكومة الأردنية الشقيقة، مشكورين طبعا، هم من بداية الزلزال في سوريا بادروا مشكورين نشام الأردن بتقديم المساعدات لأشقائهم في سوريا، المحافظات السورية المنكوبة. طبعا وصل كمان شاحنتين من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس، وكمان وصل شاحنة من المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، ووصل كذلك عدد من الشاحنات الأخرى من قبل الأشقاء والأصدقاء. ونحن بدورنا كشعب سوري نشكر حكومات وشعوب الدول الصديقة والشقيقة على تقديمهم العون والمساعدة لأشقائهم المنكوبين في المحافظات السورية المنكوبة، ولهم جزيل الشكر. شكرا أستاذ منها. أيضا نلتقي الأستاذ أنور البدوي وهو قنصل السفارة الأردنية في دمشق. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الأردن ونشام الأردن مستمرين بهذا الدعم تجاه هذا المصاب في سوريا. اليوم نحكي بطبيعة هذه المساعدات، شو بتتضمن وشو رسالة حابين نوجه؟ نعم، من بداية وقوع الكارثة الإنسانية ما زال الأردن يقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين لتجاوز هذه المحنة. هذه الشاحنات عبارة عن 7 مقدمة من الحكومة الأردنية، تحتوي على مواد إغاثية وأدوية ومواد طبية، سيتم تسليمها إلى منظمة الأمم المتحدة ليتم توزيعها وتسليمها إلى في المناطق والمحافظات المنكوبة. شكرا أستاذ. إذن يعني بطبيعة الحال كما قلت يستمر فعلا سيل هذه المساعدات وهذه القوافل عن طريق معبر نصيب الحدود ومن مختلف الدول. نتحدث اليوم عن حوالي 13 شاحنة بمختلف المواد الإغاثية الغذائية الطبية دخلت عن طريق معبر نصيب، وبطبيعة الحال الجهات المعنية هنا في معبر نصيب وفي محافظة درعا تسعى لتسهيل كافة إجراءات دخول هذه المساعدات لإيصالها لأهلنا في المحافظات السورية المنكوبة. كنت أنا معكم فراس الأحمد من معبر نصيب الحدودي، ومن خلف الكاميرا زميل محمد مومني، والعودة لكم.